السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ مريم. كما شفتوا في التيتخ اليوم ان شاء الله راح نديرو واش راح نديرو ايمان؟ راح نديرو تحدي تاع الكروكي. هي وصفة اللي درتها في القناة، راح نخليكم رابط تحت في صندوق الوصف. تسمى هنا دوك راني في الكوزينة تاع يما واختي اللي عندها 15 سنة، شفتوها معايا في رمضان جازت، هي اللي راح دير نفس الطريقة تاعي. انا درتها دوك راهي طيب، راح تشوفوها طبعا، وهي راح ديرها بطريقتها. بصح نخليكم طبعا معايا انا الاولى، صورت عندي وراح تشوفوا كيفاش، من بعد تشوفوا التصوير عندي يما في المطبخ تاعي يما، وتشوفوا اختي هي اللي راح دير كلش من الالف الى الياء، وتشوفوا النتيجه وانتوما تحكموا، يعني انتوما تكونوا الحاكم واش من الكروكي اللي جا مليح. راح تشوفوا نقسم لكم وتشوفوا يعني كلش كلش. فوالا خليكم معايا حتى اخر الفيديو. فوالا انتقلت دوك راني في الكوزينه تاعي، هنا وجدت لي زانغريديون تاع لي كروكي، راح نخليكم رابط لتحت في صندوق الوصف كما راكم تشوفوا. انا هنا خدمت المارغارين واختي خليتها يعني خدمت بالزبده، ما كانتش عندنا مارغارين، خدمت بالزبده. وراح تشوفوا يعني النتيجه من بعد في الاخير كما سبقت قلت لكم. خلي لكم مع لي زيتاب، ان شاء الله يعجبكم الفيديو، خليكم حتى الاخير. وتانك في اخر الفيديو راح تشوف يعني لي كوليس كيفاش بدينا، وكامل الضحك وكامل مع اختي، ان شاء الله تعجبكم. هذه هي، خليكم حتى اخر الفيديو. هنايا كملتو، راح ندخلو يطيب، من بعد راح نشوفو اختي وين راهي واصله. تفضلوا معايا ايمن، هنا واش درتي الداخل؟ جي مي 250 غرام دو بور مو، 150 غرام دو سكر، اي 2 ساشي تاع لا فاني، اي لا اون فا ميلونجي جوسكا كو لا بات لي بلانش. صح، نبداو. هنا انا كملنا لاباط، كملت ايمان لاباط تاعها بهذا القوام تاع لاباط، تاع لاباط ولا دويتر هوموجين هكذا. شويه تلاصق شويه في اليد على خاطر تخلوها ترتاح شويه هكذا 5 دقائق من بعد باش تشكليها. اي دخلت معنا في تنزره تحدي هاكي ثاني. نحطها في سيما ماما لي لا بوما. واش راكي ديري؟ راني نعبس في لاباط، لازمش تكون خشينه باسكو فيها لا ليفور. زيدي زيدي طوليها حتى لها حتى تلحق في لاباط. أبيز من وسطو جيبي، من وسطو جيبي هكا. فوالا زيدي زيدي أونكور أونكور. دو جون دوف لي قعدو من هداك لاخر، ودرت لهم قهوة. فوالا هي زادت القهوة، أنا ما درتش قهوة، مي هي زادت زادن لا كولور إيتو، خاصها كراميليزمو. فوالا عندك وهنا ندهنو بون تدهن. بالنسبه ليا لي كروكي تاعي هنا راهم طابو كما راكم تشوفوا، ودائما تعرفوني انا نحبهم هكذا يكونوا محمرين بزياده. وهنا قلبتهم باش نزيد نحمرهم من فوق ومن تحت، يعني من الجوانب. هذه هي، واختي اللي هيك راهي طيب فتاوه حكي طيب، وتاني كدير لهم نفس العمليه، وراح تشوفونا في العف ان شاء الله. عمليك تاع اختي تاني كي طابو، وهنا تاني راهي تقطع فيهم باش تحمرهم تاني من كلا الجهتين. فوالا اخواتاتي، انا كملنا حنا التحدي تاع الوصفه هذه تاع لي كروكي. دونك دوك نشوفو النتيجة. الوغ هنايا هذا الكاطو تاعي، تسمى لي كروكي لي درتهم هنايا، وهادو تاع اختي. دوكا يعني الحكم هما نتوما، هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين. في التعليقات منساوش تدخلو لنا طبعا آراء تاعكم، وش واش اللي يعجبكم واش من يعجبكمش. أو تانيك راح نوري لكم طبعا قدامكم كيفاه جا. دوك هذا تاعي تشوفو فيه، جا خفيف ريشة. كان تشوف اختي واش دارت لي من قبيل، كسرت لي وحده، قالت لي شحت، قالت تقول لهم لي كروكي تكسروا تكسروا. المهم هاوليك الكروكي تاعي كما راكم تشوفوا، خفيف ظريف
كروكون. مو عندي سني وحرقتها بزياده، ما حبيتش نحطها باسكو على بالي بلي كان بزاف اللي ما يحبوش. مي بون انا وحده دائما نحرقها، شنو نحرقها مي نحمرها زياده. دوك نوريكم كيفاش. هامنيك هادوما نحب نوسيهم بزياده، اسمي ماشي كيف كيف. هذا هو الذوق تاعي فوالا. اختي دوك توريلكم تاعها بيان سو، لازم تفتح حبه وروحي منا تفضلي منا. لازم تجبدي حبه وتوري لهم. نفهم هذي اه لا وري لهم الخفه، لا اسكو خفيفه ولا لا. خفيفه خفيفه بالك هو. المهم اها الزبده الله الله واش نحكي لكم. بريف فوالا سي بيان سي بيان سي فوالا. هاوليك دونك هادو لي كروكي تاعي شتو، وهادو تاع اختي. ان شاء الله هذا الفيديو تاع التحدي لاول مره طبعا في القناه ان شاء الله يكون عجبكم بزاف بزاف. نشكر اختي ايمان اللي شاركت معي في التحدي. ما تقولوش بلي زعما بون على بالي بلي جو ار هكذا يقولوا بلي يتشابهوا منا ومنا. نقول لكم صدقوني بلي دارت وحدها برك. انا كي كنت في الكاميرا شفتوني طبعا في بدايه الفيديو كيفاش كنت نوجه فيها وكامل، هذا شيء عادي باسكو لا بانيكي ام تي بو. قالت لي وجهيني وانا زعما ندير سيتو ابار سا. هي دارت كلش وفي الطياب هي طيبت وحدها باسكو انا كنت لهيا هنايا في داري سي بوغ سا. دونك هي اللي دارت كلش وفوالا. ان شاء الله يعجبكم كما قلت لكم الفيديو هذا، ونقول لكم تهلاو في روحكم الى الملتقى ان شاء الله. والسلام عليكم. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واش راح نديروا اليوم ايمان؟ نديروا تحدي تكنينه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة مطبخ مريم. كما شفتوا في التيتر اليوم ان شاء الله راح نديرو، واش راح نديرو ايمان؟